بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على شابتر جديد، هو شابتر الكريتيكال كير. شابتر الكريتيكال كير بيتكلم يا جماعة عن ايه؟ عن البيشنت اللي بيتعرض لمواقف حرجة جدا وبيحتاج عناية مركزة او ما يعرف بالكريتيكال او الانتنسيف كير. الكريتيكال كير ببساطة بتستهدف البيشنت اللي هيدخل هنا، اللي محتاج الأجهزة دي والمونيتور ده. طيب هنبتدي ان شاء الله نتكلم عن شوية ديفينيشن وشوية حاجات بتفهمني هي الكريتيكال كير مستهدفة ايه بالظبط. اول حاجة هنتكلم عليها اللي هي ايه يا جماعة؟ الهيمودايناميك بارامتر. يعني ايه الهيمودايناميك بارامتر؟ الهيمودايناميك بارامتر يعني انا هشرح ايه العوامل اللي بتأثر لي بشكل اساسي على البلاد فلو. البلاد فلو دي احنا عارفين ان البلاد هو اللي بيحمل طبعا النيوترينتس والاكسجين اللي بتحتاجه جميع الاجهزه في الجسم عشان تقدر تشتغل تأدي وظيفتها. لازم يوصل بلاد للسي ان اس، لازم يوصل بلاد للليفر للكدني، وبالتالي طبعا باقي الاعضاء كلها محتاجه برضو البلاد. طيب انا البلاد دي اللي هو مهم ومن غيره الاعضاء دي ممكن تتعرض ان هي الوظيفه بتاعتها تقف وتفشل، لازم ابقى عارفة ايه العوامل اللي ممكن تأثر عليه. فهيبتدي شوية يشرح لي شوية هيمودايناميك باراميتر، بس انا قبل ما ابتدي اتكلم فيها حابة افكركم بس بشكل الهارت وبوظيفة الهارت ببساطة. احنا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، ده شكل القلب. القلب بيتكون من 4 شامبر زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان كده، بيتكون من 4 غرف، 2 اتريوم و2 فينتريكل. تمام، ده الرايت اتريوم والرايت فينتريكل والليفت اتريوم والليفت فينتريكل. اللي بيحصل اني بصوا عشان نفرق كده وتبقى الامور واضحه، اول حاجه الاسهم الزرقاء دي معناها ان دي بلاد دي اوكسجينيتد، يعني بلاد ما فيهوش اكسجين كفايه. طيب اللون الاحمر ده بيعني ايه؟ بلاد وفي اكسجين بكميه كبيره. اللي بيحصل يا جماعه ان الفينا كيفا تمام هي المسؤوله عن تجميع البلاد من البلاد اللي دي اوكسجينيتد من جميع الاورجانز، بتلم البلاد من كل الاورجانز وتيجي تدخله للهارت، بتروح تضخه داخل الرايت اتريوم. الرايت اتريوم بعد وقت ينقبض ويبعت البلاد للرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل بيروح مجمع البلاد كله وبعته فين؟ بعته للبالموناري ارتري. بعته للبالمونري ارتري. البالمونري ارتري طبعا اللي هو اللي يوصلها للنج، هياخد الدم ده اللي دي اكسجينيتد ويوصله للرئه. الرئه طبعا احنا عارفين ان دورها الرئيسي ايه؟ انها بتعمل جاز اكسشينج، تروح واخده الكربون دايوكسيد اللي في البلاد ده وتروح محملاه باكسجين جديد. وبعد كده بعد ما البلاد بقي اوكسجينيتد، اوكسجين ريتش بلاد، تروح ايه؟ البالموناري فين، اللنج، ترجع لي البلاد اللي بقي محمل بالاكسجين وتخلصه من ثاني اكسيد الكربون منه، تروح تعتهولي تاني للهارت عن طريق البالموناري فين. تمام، إيه البالموناري فين؟ يروح واخد البلاد من اللنج اللي بقي محمل بالاكسجين، يدخل في الرايت في الليفت اتريوم. الليفت اتريوم يبعته للليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل يتملي كويس قوي بالبلاد، وبعد كده يروح دافع البلاد فين؟ في الاورطه.
الأورطة طبعا، الأورطة بتلم كل البلازما الأكسجينيزد وتنقسم بعد كده طبعا للسوبيريور والانفيريور لفرعين، فرع يغذي الجزء العلوي من الجسم بالدم الأكسجينيزد، والجزء السفلي يغذي الجزء السفلي من الجسم بالبلاد الأكسجينيزد. تاني يا جماعة عشان نبقى فاهمين، ده الهارت زي ما قلنا بيتكون من 4 غرف: رايت اتريوم، رايت فنتريكل، ليفت اتريوم، ليفت فنتريكل. تمام، الرايت اتريوم وصل له البلاد الدي اكسجينيتد من ايه؟ من الفينا كيفا، من الفينا كيفا. مبدئيا عشان احب افكركم بحاجة، هو ايه الفين وايه الارتري؟ الفين يا جماعة اللي هو الوعاء الدموي اللي بيجيب لي البلاد من الاعضاء لغاية للقلب. الفين هو اللي جايب البلاد الدي اكسجينيتد من الاورجنز للهارت، والارتري دي اللي واخد البلاد الاكسجينيتد من الهارت ويوزعه للاورجن. عشان كده انا بعتبر الاورطة ده ارتري، وبعتبر الفينا كيفا ده فين. تمام، افتكروا كده، في في فينا كيفا فين، اي اي اورطة ارتري. تمام، فبنقول ان الفينا كيفا الفين دي بتروح مجمعه لي دي اكسجينيتد بلاد من الاورجن، بتدخل على الرايت فينتريكل، بعد كده الرايت فينتريكل عايز يجيب يخلي البلاد اكسجينيتد، يروح بعده للبالمونري ارتري، البالمونري ارتري يعمل لي في اللونج جيز اكسشينج، وتروح بعتالي اللونج البلاد تاني بعد ما بي اكسجينيتد توصلوا عن طريق البالمونري فين للليفت اتريوم، والليفت اتريوم يتملي بالبلد ويروح بعته للليفت فنتريكل، الليفت فنتريكل يروح ينقبض انقباضة قوية جدا ويدفع البلد في الاورطة. الاورطة ده الارتري اللي هو ايه، بينقسم لقسمين ويوقف زي ما قلنا. بعد كده الليفت فنتريكل بيروح عامل ايجكشن قوي جدا ويدفعه في الاورطة ارتري، والاورطة توسع بقى باقي الاورجنز المختلفة من الجسم عشان تديهم الاكسجينيتد بلاد. احنا كده فهمنا الفسيولوجي بتاعة الهارت ايه وبيعمل ايه بالظبط. نبتدي بقى نتكلم على الجزء بتاع الهيموديناميك بارامتر. اول حاجه نتكلم عليها الارتيريال بلاد بريشر. احنا يا جماعه بنقيس الارتيريال بلاد بريشر ليه؟ قياس الضغط ده اللي انا بعمله لاي مريض عندي في الصيدليه ليه؟ لان انا كده بمثابه بعد ما شرحت الفسيولوجي بتاعه الهارت بقيس البلاد بريشر، معنى كده ان ده معيار بيوضح لي اداء الهارت ايه. مش الهارت ده هو اللي عمل لي ايجكشن وبعت البلاد لباقي الاورجنز، لما امسك ارتري واقيس فيه البلاد بريشر معنى كده ان انا بقيم وظيفه الهارت بس بطريقه غير مباشره. عشان كده بيعرف لي وبيقول لي ان الارتريال بلاد بريشر ده اللي انا بقيسه عباره عن حاصل الكاردياك اوتبوت، دفع كمية البلد اللي بيدفعها الهارت في الدقيقة، في ضرب حاصل المقاومة اللي بيعملها الجسم قصاد ريزيستنس قصاد الفلو بتاع البلد. احنا عارفين طبعا ان اي حاجة في الدنيا ليها مقاومة، يعني البريشر ده اصلا ناتج عن ايه؟ نشوء الضغط في حاجة ناتج عن ايه؟ عن حاجة بتدفع وحاجة بتقاوم الدفع ده، عشان دايما يبقى البلاد فلو ريجوليتد في ظروف معينة وتحت رقم معين، مش يبقى شغال وماشي في بكميات غير مطلوبة في الجسم، عشان كده في ريزيستنس. فعشان كده احنا بنقول الارتيريال بلاد بريشر ده عبارة عن حاصل ضرب الكاردياك اوتبوت في السيستميك فاسكولار ريزيستنس او الاس في ار. طيب
احب اشرح لكم حاجة تاني كده. واحنا يا جماعة المريض ده اللي كنا بنقعده ونروح نحطه ونقول له احنا هنقيس لك الضغط باستخدام طبعا الاسفيجمو مانوميتر، تمام؟ احب اوضح لكم هو ايه الاصوات اللي احنا بنسمعها، يعني الشيء بالشيء يذكر. اول حاجة بيقول لي ايه، انت بتلفي الكف عليه اللي هي الايد دي، تمام؟ بتلفي الكف، عملتي كده ايه، ضغط جامد جدا على الالتري. هل بيقول لك بعد كده احنا بنبتدي يا جماعة ندوس لغاية ما نوصل الرقم لاعلى من 120. في الوقت دي بيكون الهواء بي انفلاتد جامد جدا، ضغط لي على الارتري دي، ماشي؟ زي الارتري تحول منظره كده انه في الجزء دي انفلاتد خالص خالص الضغط عليه. في الوقت ده يا جماعة في الحتة دي كده في دم ماشي؟ طبعا لا، الارتريال بلاد فلو وقف. في الوقت ده انا ما بسمعش اي صوت، صح؟ ببتدي اسمع الصوت امتى يا جماعة؟ اول انا طبعا بتكلم على بيشنت دلوقتي نورمال ضغطه 120/80، يعني انا عارف ان هو 120/80. لما جيت عديت ال 120 حصل ريستريكشن فظيع جدا على على الارتري، وبالتالي ما سمعتش اي صوت لان البلاد فلو اللي انا بسمعها وقفت. طيب لما جيت عملت الهواء ابتديت اسربه، فالضغط بتاع الكف اللي انا عامله على الارتري قل، فايه بقيت انفلاتد بس حاجة بسيطة. ده حصل امتى؟ في الرينج بين ال 80 وال 120 بتاعت الراجل، تمام؟ ابتدت تظهر الصوت اللي احنا بنسمعه اللي هو اسمه الكورتوكوف ساوند، تمام؟ ده الكورتوكوف ساوند بسمعها على اني الارتري كومبرست شوية، مضغوط شوية، لكن بيسمح بمرور البلد فلو. اول بقى ما البريجر ده الـ الضغط ده يروح خالص والهواء يتسرب اللي في الكف ويرجع الارتري زي ما كان والبلد فلو يمشي بالكمية الكبيرة المعتاد فيها، الصوت بيقف وبيبقى سايلنت. عشان كده احنا بتوع 120/80 بيبدأ الصوت نسمعه على 120 والصوت يزيد يزيد لغاية ما يجي عند 80 ويقف، تمام. الكارديك اوت بوت بقى، احنا طبعا الحاجات دي يا جماعة احنا عارفين ان احنا مش داخلين امتحان بيسأل على الديفينيشن ولا حفظ، احنا اهم حاجة نبقى فاهمين الدنيا مشيت ازاي عشان ان شاء الله الشابتر يبقى واضح ومفهوش اي مشكلة. طيب الكاردياك اوت بوت بيقول ان دي كمية البلد اللي الهارت عمل لها بامبنج. احنا عارفين ان الهارت ده بيعمل عمل ايه، مضخة للدم. الكاردياك اوت بوت بتتكلم على كمية البلد اللي ضخها الهارت. طيب الكارديك اوت بوت زي بيتحسب ازاي؟ بيقول لي ده عبارة عن الستروك فوليوم. يعني ايه ستروك فوليوم؟ الستروك فوليوم ده دي كمية البلد، تمام، اللي بيدفعها الليفت فنتريكل في النبضة الواحدة، المليليترز اوف بلد ايجكتد من الليفت فنتريكل بيربيت. واحنا طبعا شرحنا الليفت فنتريكل بيعمل ايه بالظبط، دي الستروك فوليوم، تمام. ونضرب الكمية الستروك فوليوم ده في الهارت ريت ازاي؟ احنا مش بنقول يا جماعة كارديك اوت بوت دي هي دي كمية البلد اللي الهارت بيدفعها، طيب يبقى هي بتساوي حاصل دبر بالستروك فوليوم، كمية البلد اللي ايجكتد من الليفت فنتريكل في البيت الواحدة، واضربها في الهارت ريت. عشان الهارت ريت بيبقى مثلا من 60-80 بيت بير مينت، فانا لازم احسب عدد البيت اللي هي بتاعت الهارت ريت في كمية البلد اللي هي الستروك فوليوم اللي دفعها الهارت عشان احصل على الكارديك اوت. بيقول لي بقى الستروك فوليوم دي بيتأثر عليها عوامل معينة، هي دي اللي بتعبر عنها وبتعبر عن ايه حساب كميتها يتم ازاي. بيقول لي هي بيحصل لها ديترمينيشن بايه، بالبريلود. يعني ايه يا جماعه بريلود؟
البريلود دي معناها كمية البلود اللي وصلت للليفت فنتريكل عشان يعمل لها ايجيكشن. تمام؟ طيب معنى كده يا جماعة ان كمية البلود دي جاية من فين؟ هتكون كمية البلود اللي هي جاية ايه؟ من السيركيوليشن اللي جابها الفينا كيفا للرايت اتريوم للليفت للرايت اتريوم رايت فنتريكل وبعد كده اتبعتت لغاية ما احنا شرحنا وصلنا للليفت فنتريكل. معنى كده ان انا كمية السيركوليشن بتاعت البلد اللي هي ماشية الانتروفاسكولار فوليوم زي ما كنا بنقول في شابتر الفلويد. تمام؟ على حسب كمية البلد اللي وصلت للليفت فنتريكل على حسب ما هو هيعمل ايجيكشن. تمام؟ طيب تاني عامل بيأثر على الستروك فوليوم ايه؟ الافتر لود. الافتر لود برضو الريزيستنس مقاومة الجسم مقاومة الارتري الاورطة للإيجيكشن اللي بيعمله الليفت فنتريكل. والكونتراكتيلتي طبعا الكونتراكتيلتي اللي هي ايه؟ احنا عارفين ان زي ما قلنا ان الهارت ده بامب وهو في الحقيقة مصل يا جماعة مصل شغالة تنقبض محتاجة قوة محتاجة contractility. تمام؟ contractility دي او القوة دي هي دي كمية القوة بتاعة الهارت اللي بيولدها عشان يقدر الليفت فنتريكل يدفع البلد. تمام؟ في الاورطة لان احنا كده يا جماعة شغالين يعتبر عكس الجاذبية الارضية. نفهمين الجاذبية الارضية بتسحب لأي حاجة لتحت احنا شغالين في عضو فوق في الجسم في الشست. تمام؟ في منتصف الشست تقريبا بيحاول يدفع البلد فوق وتحت وبيدفع طبعا اكبر كمية من البلد للسي ان اس. فعشان كده هو محتاج كونتراكتيلتي ومحتاج فورس كبيرة يقدر يدفع بيها. يبقى انا كده فهمت ان الستروك فوليوم متأثر عندي بالبريلود بالافترلود وبالكونتراكتيلتي. طيب الارتيريال بلاد بريشر دي بيقول لي تقدري توصفيها ازاي؟ اقدر اوصفها زي ما شرحنا بالسيستوليك بلاد بريشر وبالدايستوليك بلاد بريشر. تمام؟ السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك بلاد بريشر يا جماعه السيستوليك اللي هو ايه الهاير نمبر زي ما كنا بنقول اللي هي ال 120 والدايستوليك بلاد بريشر اللي هي ايه اللور نمبر اوف بلاد بريشر اللي هي 80. تمام؟ هو ايه السيستول والدايستول ده؟ نشوف الشكل ده. السيستول يا جماعة اللي هي ايه؟ الايجيكشن بتاع سواء الرايت فنتريكل للبالمونري. تمام؟ او الايجيكشن بتاع الليفت فنتريكل للاورطة. مش هما الاثنين هما اللي بيعملوا الريجكشن ده عشان هيبعت للبالمونري عشان هيبعت للبالمونري ارتري عشان تحول الدم دي اكسجينيتد ده تحط له اكسجين وده بيعمل ايجكشن لكميه البلد للاورطه. تمام؟ دي السيستول. الدايستول بقى دي مرحله الفيلنج يعني ده ايجكشن وده فيلنج. فيلنج اللي هي ايه؟ البلد اللي واصل من الاتريوم للفنتريكل سواء من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل او من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل. هذه مرحلة الدايستول عشان كده هو ده الرقم الاقل مرحلة الفيلنج بنسميها. تمام؟ ان شاء الله تكون الامور واضحة يعني حد كده. طيب السيستوليك والدايستوليك بلد بريشر كده هم يعتبروا المعيارين اللي بيحددوا لي الارتيريال بلاد بريشر. راح قال لي لا ومش هم بس وكمان في حاجة تاني اسمها المين ارتيريال بريشر. ايه المين ارتيريال بريشر دي يا جماعة؟ المين ارتيريال بريشر ببساطة هي المعيار اللي في النص ما بينهم. انا اهو في الدايجرام ده زي ما احنا شايفين السيستوليك هو الهاير نمبر الدايستوليك اللور نمبر. الخط اللي في النص منهم مين؟ المين بلاد بريشر يعني تقريبا الـ زي المتوسط بتاعهم. تمام؟ بيقول لي مين ارتيريال بريشر ده هو ده البريشر اللي بيحدد لي
كمية البلد، كمية البرفيوجن. برفيوجن يا جماعة يعني البلد الاكسجينيتد اللي وصل للأورجان، كمية البرفيوجن اللي وصلت للأورجانز المختلفة اللي هي طبعا ايه معيار للأكسجين ديليفري برضو. ما احنا قلنا ان الأكسجين ماسك في ايه، في الهيموجلوبين، ماسك في البلد. في معادلة بيتحسب بيها المين ارتيريال بريشر بتساوي بين قوسين سيستوليك بلاد بريشر زائد 2 في الدايستوليك بلاد بريشر، تمام، نقفل القوس والكل على 3. بيقول لي ايه بقى؟ خدي بالك كده ان المين ارتيريال بريشر اكتر حاجة بتوصفها لي ومعتمد عليها في المعادلة ايه؟ الدايستوليك بلاد بريشر. طب ليه هو الدايستوليك بلاد بريشر هو المهم في المعادلة دي، هو المعيار الرئيسي اللي بيحدد الام اي بي هيطلع كام؟ لان ببساطة يا جماعة الكاردياك سايكل اللي احنا شرحناها دي بين السيستول والدايستول اغلب الوقت بتبقى دايستول، يعني اغلب الوقت بتبقى في مرحلة الفيلينج. تقريبا في كتب بتبقى كاتباها 3/10 سكند دايستول، لكن السيستول بياخد 1/10 سكند، فعشان كده السايكل بتاعة الدايستول هي الاطول او هي اللي بتاخد وقت اطول، تمام. بيقول لي بقى ان مين ارتيريال بريشر الطبيعي ان انا الاقيها من 70 لـ100 مللي ميركوري، تمام. على الاقل اخر رقم يا جماعة اقبل بيه ده النورمال، اقل حاجة بقى تبقى مينيمم كده إيه وعديها 60. ليه بقى؟ لاني اقل من 60 بيحصل ايه؟ بيحصل سيريبرال هايبو بيرفيوجن، يعني المخ مش هيوصل له بلاد اكسجينيتد كفاية. اخر حاجة ممكن توصل له بلاد اكسجينيتد 60، لو الضغط قل عن كده هيحصل سيريبرال هايبوبرفيوجن، تمام. طيب انا الام اي بي طبعا ممكن احسبها من المعادلة دي، لكن الحساب الصحيح والحقيقي بقدر احسبه من ايه؟ من الارتيريال لاين، ان انا احط لاين في الارتري واحسب بيه، تمام. وده طبعا بيبقى مور اكيوريت وموفر للوقت. طيب رجع تاني بيوضح لي البريلود. البريلود زي ما احنا قلنا فينتريكولار اند دايستوليك فوليوم، كميه البلد اللي هتبقى ايه في نهاية الدايستول. احنا قلنا يا جماعه الدايستول ايه؟ ان الاتريوم بعت للفنتريكل. طيب واحنا كنا بنقول البريلود كمية البلد المتوفرة في الفنتريكل اللي هعمل لها ايجيكشن، عشان كده هو قال لي ايه فنتريكولار اند دايستوليك فوليوم، الكمية المتوفرة لي بعد نهاية حدوث الدايستول، تمام. وبتزيد طبعا كل ما الستروك فوليوم بيزيد، ما احنا قلنا ان الستروك فوليوم من المعايير المحددة والرئيسية ليها هي البريلود. طيب البريلود ده انا بحسبه ازاي بقى؟ راح قال لي والله البريلود ده بيتحسب في كذا معيار عندك، في كذا طريقة، كذا انديكيتور، في حالة استخدامهم بتحصلي على البريلود كام. ايه يا جماعة؟ زي ايه؟ زي السنترال فينوس بريشر السي في بي، البالموناري كابيلاري ويدج بريشر او البالموناري ارتري اوكلوجن بريشر، تمام. وفي نيو ميجر جديدة، الكلام ده في 2015 يعني، بقوا بيستخدموا الستروك فوليوم فاريشن السي في بي اند بولس بريشر فاريشن. الكلام ده يعني ايه؟ احنا هناخده كده زي ما هو. على فكرة يا جماعة شابتر الكريتيكال كير ده لما يجي يتراجع لازم تتراجع مع الفلويد الكترولايت اند نيوتريشن والكارديولوجي، لان هو ريليتد للشابترين دول. انا كده عرفت اني بقدر اقيس البريلود في الاماكن دي بالسنترال فينوس بريشر، بالبالونري كابيلاري ويتش بريشر، بالبي او بي، وحديثا بايو بيستخدموا الاس بي في والبي بي في. الكلام ده يعني ايه بقى؟ السنترال فينوس بريشر يا جماعه ده عباره عن الضغط
اللي موجود في الفينا كيفا. تمام، الفينا كيفا الفين اللي احنا قلنا عليه جاب البلد دي اكسجينيتد من الاورجنز مدخلها للهارت. تمام، بقيس البريجر اللي موجود في الفينا كيفا. تمام، اللي هو هيدخل لي البلد فين؟ مظبوط، في الرايت اتريوم. هو ده السي في بي. طيب السي في بي ده ايه علاقته يا جماعه بالبريلود؟ طيب نيجي بقى ننظم ونوضح الكلام. احنا قلنا يا جماعه ان البريلود ده ايه؟ دي كميه البلد المتوفره للفنتريكل هنعمل لها ايجكشن، وقلنا ان هي تعتبر جايه من ايه؟ الانترافاسكولار فوليوم، الكلام بقى بتاع الفلويد، الانترافاسكولار فوليوم او البلد سيركيوليشن يعني الدوره الدمويه. تمام، طيب السي في بي دي الفينا كيفا، ما هو اللي مجمع البلد اللي جايه من الاورجان ومدخلها للهارت. يبقى هو معنى كده هيوضح لي ايه يا جماعه؟ هيبقى السي في بي ده معيار لايه؟ للفوليوم ستاتيو، للفوليوم ستاتيو بتاعه ايه؟ الانترافاسكولار فوليوم او السيركيوليشن. مش هو اللي حقيس البريجر الموجود في الفينا كيفا، الفينا كيفا اللي هي جايبه الانترافاسكولار فوليوم ده مدخله. يبقى انا كده لو الراجل ديا عنده هايبوفوليميا مثلا، نازف ولا حاجه وفي كميه من البلد اتفقدت، مش انا السي في بي كده هيوضح لي؟ اكيد طبعا هيوضح لي. تمام، بيقول لي طبعا ان السي في بي كانوا بيستخدموه، لكن حاليا لقيوا ان استخدام السي في بي كمعيار رئيسي عشان احدد الفوليوم ستاتيو بتاعت الانتروفاسكولار فوليوم بيبقى ايه؟ ضعيف شويه او مش افكتيف قوي. تمام، طيب السي في بي ده بيبقى في حدود من 8 ل 12 ملي متر ميركوري، بس في استثناء الناس اللي هي موجودة على هايبر على ميكانيكال فنتيليشن، موجودة على جهاز تنفس صناعي. طبعا جهاز التنفس الصناعي يا جماعة بيزود الضغط اللي في الثوراسك اللي هو القفص الصدري، بيزود الضغط في الثوراسك عشان العيان اللي هو النفس ده عنده متوقف، الضغط يزيد قوي في الثوراسك عن الضغط الجوي فيقدر ايه؟ يتنفس. حلو، الناس دول السي في بي بتاعهم هيبقى زي النورمال؟ لا طبعا هيبقى اعلى، هيبقى من 12 ل 16 ملي ميركوري. تمام، طيب انا السي في بي كده فادني انه ممكن يعني بيدي انديكيشن ان في حاله في هايبوفوليميا او في هايبر فوليميا، في كميه كبيره من الانتروفاسكولار فوليوم او في كميه صغيره. كمان البلموناري كابيلاري ويدج بريشر البي او بي بيعملوا نفس الحكايه. ازاي يا جماعه هيقيسوا ايه؟ بيقول لي ده الضغط عباره عن الضغط، تمام، اللي موجود ايه؟ في البلموناري ارتري برانش. ده هيقيس الضغط فين؟ مش في الفينا كيفا زي السي في بي، لا هيقيسها في البلموناري ارتري. ازاي؟ هيجيب بالونه، نفس فكرة الكف اللي احنا شرحناها بتاعة الارتيريال بلود بريشر، بقيس الارتيريال بلود بريشر ازاي؟ هجيب بالونة انفخها، هتروح تغطالي على برانش من البلمونري ارتري واسمع الاصوات، ونفس القصة، مش اصوات بقى معلش عفوا يعني، ما بتبقى متصلة بجهاز مختلف بيطلع الارقام بتاعة البريشر. بيقول لي ان البلمونري كابيلر ويدج بريشر بتبقى احسن، الميجرمنت بتاعها بيبقى احسن واكثر دقة للرقم الحقيقي بتاع البريلود اكتر من السي في بي. تفتكروا ليه؟ عشان يا جماعة ببساطة البلمونري ارتري موجودة قريبة قوي لايه؟ للليفت فنتريكل. احنا مش كنا ووضحنا في الشكل كده بتاع الهارت، شايفين البلمونري ارتري فين؟ قريبه قوي طبعا من ايه؟ من الليفت فنتريكل اكتر من الرايت فنتريكل. تمام، يبقى انا لو عايزه اقيم الكميه اللي موجوده هنا، اللي يقيمها لي حاجه هنا
تبقى موجودة ولا الضغط اللي هنا؟ الفينا كيفا بعيدة، لكن البلمونري ارتري هو القريب. عشان كده لما اقيس البريشر فيه هيبقى معيار اقرب لكمية البلد الموجودة هنا او البري لود اكتر من السي في بي اللي هم حاسبينه فين. قاس البريشر هنا في الفينا كيفا بعيد قوي عن الليفت فينتريكل اللي هو مسؤول عن الايجكشن. البي سي دبليو بي والبي او بي يا جماعه استخدامهم باي دايمنشن ما بيحبوش يقيسوهم قوي، بسبب ان في الولايات المتحده طبعا احنا هنقيس البلمونري ارتري برانش بريشر ده ازاي؟ ان انا بدخل كاسيتر، بدخل قسطره اقدر اقيس بيها. هم خلاص حذروا او قللوا قوي استخدام البلمونري ارتري كاسيتر، عشان كده جم في 2015. للعلم برضو زمان في الكتب القديمة كان يقولك السي في بي ده والبي بي سي دبليو بي دول يعتبروا ستاتيك ماركر او ستاتيك ميجر. يعني ايه ستاتيك ميجر؟ يعني معايير احصائية، يعني حاجات تحسبيها كده بمعادلات تتكتب في ورق وحسابات، لكن مش هي دي المعيار الحقيقي. لاني البريلود دي يا جماعة حاجة الهارت ده شغال كل كام ثانية، كل دقيقة بيدفع بيعمل كام بيت، بيعمل 60 ولا 80 بيت، يعني حاجة دايناميك، حاجة في منتهى النشاط والحيوية ومنتهى الحركة. هل الحاجات دي هتديني معيار حقيقي على البريلود؟ قالك لا، اللي يديكي معيار حقيقي هو الاس بي في والبي بي في، وبيعتبروها دايناميك ماركر. دايناميك ماركر يعني ماركر متغيرة دايناميكالي، زي ما الهارت شغال كل شوية بيدفع في كميات مختلفة من البلد. فهم بقوا مؤخرا بيستخدموا الاس بي في والبي بي في عشان يقيموا حالة الايه يا جماعة؟ الفوليوم ستاتيو. انا دلوقتي عايز اعرف الفوليوم ستاتيو. البوليوم ستاتيو هي دي اللي هي ايه؟ هيمودايناميك بارامتر. انا دلوقتي مش بتكلم في كارديولوجي، مش بتكلم العيان ده عنده مشكلة في الهارت، لا انا بتكلم على الهيمودايناميك بارامتر. انا عايز اعرف الناس الهايبوفوليميك والهايبرفوليميك ايه العوامل المؤثرة فيهم بتخليها تأثر في الفوليوم ستاتيو بتاعت البيشنت. تمام، معنى كده ان انا لو جالي بيشنت يا جماعة عنده هايبوفوليميا وابتديت مثلا نديله ايه؟ كنا بنقول في الفلويد بنديلهم ايه؟ بنديلهم كريستالويد 9/10 نورمال سالاين. تمام، عايز اقيم بقى الفوليوم ريسبونسيفنس. يعني ايه؟ يعني البيشنت كده الفوليوم بتاعه ظبط ولا ما ظبطش؟ مفيش استجابه. اقيس ايه؟ اقيس الدايناميك ماركر اللي هي الاس بي في والبي بي في. كده خلصنا اول حاجه اللي هي الهيمودايناميك بارامتر. في انديكيتور تانية باخذها في الحسبان للناس اللي هي داخله كريتيكال كير او داخله انتنسيف كير. ايه يا جماعه؟ الاكسجين ديليفري. انا كده عرفت البلاد فلو، كميه الفوليوم قد ايه. تاني حاجه ايه؟ عايز اعرف ايه وضع الاكسجين في البلاد ده، لان انا من غير اكسجين الاورجانز هتموت، هيحصل هايبو بيرفيوجن. بيقول لي ان انت تقيمي الوظيفة بتاعت الأورجان، هعمل assessment للأورجان function. ده أحسن دليل وأحسن معيار يوضح لي إذا كان الأورجان دي وصل له كمية blood كويسة ولا كمية أكسجين كويسة ولا لا، لأن احنا قلنا إن من غير أكسجين الأورجان ميشتغلش كويس. هل وصل له أكسجين كويس ولا لا؟ في شوية اعراض كده وسيمتومز لو ابتدت تظهر في العيان توضح لي ان ايه؟ ان في مشكلة كده والبيشنت داخل في اورجان هايبو برفيوجن
ومش واصل له بلد اكسجينيتد كويس. زي ايه؟ يحصل شينج في المينتال ستاتيو. اول حاجة حالته العقلية، تركيزه العقلي يحصل فيه خلل، الراجل ده كأنه دايخ، كأنه مش مركز، confused كده ومش مركز، تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة decrease the urine output، كمية اليورين تقل، توصل اقل من نص ملي بير كيلو جرام بير اور، تمام؟ cold extremities، extremities بنقصد بيها دايما البريفيرال سيستم، الايدين والرجلين، تبقى نلاقيها تلجت بردت. دي الفيرست ماركر ان كده ايه، مفيش بلاد وصل عندي كويس، والايه والبيشنت ده داخل في اورجان هايبو بيرفيوجن، تمام. البلاد بريشر طبعا ضغط الدم هو اللي بيدفع البلاد اللي هو ايه شايل الاكسجين. بيقول لي ان كل عضو يقدر يعمل اوتوريجوليشن للبلاد فلو اللي توصل له، تمام. يعني كل عضو بياخد، يعني بمعنى ايه، بياخد كفايته من البلاد، يعني بياخد كمية البلاد اللي تشغله وتمشيه. بس للأسف القدرة دي ممكن تفقد، ممكن العضو ما يقدرش يعمل كده في حالة ان الـ MAB المين ارتيريال بريجر اللي احنا قلنا النورمال بتاعه كام، النورمال بتاعه من 70 لـ 100، في حالة ان الـ MAB بيقل من 65 القدرة دي بتفقد، والأورجان ما بيقدرش يعمل اوتوريجوليشن للبلاد فلو اللي جاي. تالت حاجة جماعة اللاكتيك اسيد. اللي جاب سيرة اللاكتيك اسيد؟ ببساطة في حالة ان الأورجانز ما وصل لهاش اكسجين كفاية، بتروح بتعمل ايه، بتدخل في انايروبيك ميتابوليزم، يعني هي عمليات الايض دي اللي هي الميتابوليزم اللي بتقوم بيها الاورجانز المختلفة، بتبقى شغال دايما ايه في ايروبيك كونديشن، يعني باستخدام الاكسجين. طب الاورجان ده اتحرم من الاكسجين، مش واصل له اكسجين كفاية، واتيفر بقى كان السبب ايه، العيان بينزف فمش وصله اكسجين، العيان حصل له هايبو فنتيليشن والكربون دايكسايد زاد قوي، عيان ده عنده انيميا فظيعة، يعني واتيفر كان السبب ايه، هل الاورجان بيسيب نفسه كده؟ لا، بيحاول يعمل عمليات الايض في ايه، في انايروبيك كونديشن. الانايروبيك كونديشن دي هي دي اللي بتصنع لي اللاكتيك اسيد، بتصنع لي في هذه المرحلة، تمام. يعني من الاخر كل ما كمية البلاد تقل، less blood، كل ما كمية الاكسجين هتقل، هيحصل للأورجان هايبوبرفيوجن، هتبتدي تدخل في انايروبيك ميتابوليزم عشان تخلص عمليات الايض بتاعتها، هتصنع لي لاكتيك اسيد. يبقى انا لو عايز اقيم حالة الاكسجين ده عند البيشنت ده، وصل له اكسجين كويس ولا لا، اكسجين في وصل اكسجين للأورجانز كويس ولا لا، ادور على ايه، على لاكتيك اسيد. لو لقيت لاكتيك اسيد معنى كده ان العيان ده ايه، دخل في انايروبيك ميتابوليزم ومش واصل له اكسجين كفايه. اللاكتيك كليرانس ميزتها ان هي بتبقى ايه، بتوضح لي مدى فعاليه العلاج في الشوك اللي احنا هنشرحها. الشوك يا جماعه او الصدمه، وده يعتبر يعني مرض او حالة emergency، ما يعتبرش مرض، يعتبر حالة emergency case، تمام. لما اجي ادي treatment واقيم العيان اذا كان استفاد وابتدى يتحسن فعلا واموره تزبط والبرفيوجن ابتدى يزبط في الاورجان، اشوف اللاكتيت كليرانس، هل اللاكتيت ابتدى يختفي ولا لا لسه موجود. لو لقيته cleared، تم التخلص منه وكميته قلت، معنى كده ان انا ماشي في الاتجاه الصحيح، وان البيشنت ده فعلا هيخف ان شاء الله ويطلع من الشوك. لو لقيت اللاكتيت كليرانس لا، بالعكس اللاكتيت بيزيد او اكيوميليتد، يبقى انا كده مش بعالج مظبوط، وممكن ابقى مش مشخص الحاله صح. الفينوس اوكسجين ساتوريشن، الفينوس اوكسجين ساتوريشن ده يا جماعة برضو معيار بيتم فيه تقييم كمية الاكسجين
اللي واصله لل للأورجانز. ماشي، احنا بنقول البلد الهيموجلوبين بالتحديد بنسميه اوكسي هيموجلوبين، هيموجلوبين مؤكسد، يعني الاكسجين ماسك مع الهيموجلوبين، ماسكين في بعض، ده شايل ده. تمام، بيقول ان احنا بنقيس كمية الساتوريشن في الفينس بلد. الساتوريشن بتاعت ايه يا جماعة؟ بتاعت الاكسجين طبعا، بتاعت الاكسجين في كمية البلد اللي هي راجع عالي في الرايت اتريوم. يعني ايه؟ يعني احنا مش قلنا ان الفينا كيفا جابت لي البلد من الاورجانز رجعتها لي في الرايت اتريوم؟ طيب لما البلد اللي رجع للرايت اتريوم ده مش خالي يا جماعه من الاكسجين، لا ده فيه شويه اكسجين. تمام، بتصل لكام؟ من 70 لـ 75%. طيب انا كده اللي رجع لي من الاورجان فيه اكسجين 70 لـ 75%. طب اللي انا ضخيته في الاورطه اللي هو اكسجينيت الديه اللي انا بقول عليه اكسجينيت بلاد، تمام، في قد ايه اكسجين؟ قال لي ده في نسبه من 99 لـ 100%. طبعا 100% اكسجين، بلاد هيموجلوبين مشبع بالكامل بالاكسجين. معنى كده ايه يا جماعة بين الرقمين دول؟ ايه؟ لما البلاد اللي راجع لي كمية الاكسجين اللي فيه من 70 لـ 75، والبلاد اللي انا بعتاه بالاكسجين كان من 99 لـ 100، معنى كده ان الاورجانز خدت كام؟ الاورجانز كده معناها خدت من 25 لـ 30% من الساتوريشن بتاعة الاكسجين. هي دي يا جماعة اللي بنسميها ايه؟ The normal oxygen extraction ratio، كمية الاكسجين المستخرجة او المستخلصة من قبل الاورجانز، الكمية اللي استهلكتها من الاكسجين بتصل من 25 لـ 30%. تمام، طيب بيقول لي في حالة بقى ان الاكسجين ديليفري قل قوي، بيحصل ان مور اكسجين بيحصل له اكستراكشن من البلد، ده هيؤدي لي لايه؟ هيؤدي لي ان كميه الفينوس اكسجين ساتوريشن هتقل. تاني يا جماعه النقطه دي عشان تبقى واضحه وهي منطقيه جدا، في حاله هنقولها بالارقام كده عشان تبقى واضحه، في حالة ان الارتيريا الاكسجين ساتوريشن اللي هي بنسميها ايه؟ SaO2. تمام، SaO2 افتكروا ان ايه دي ريليتد لارتيريا. في حالة ان الارتيريا الاكسجين ساتوريشن في مشكلة في في الاكسجين اللي في البلد مش بعتال 99%، بعتال 80%. ماشي، معنى كده ان لما تيجي ال 80% دي تروح واصلة للأورجانز، تروح الاورجانز تقول لا ده احنا كده في مشكله في الاكسجين وصل لنا، تروح تعمل تحاول تزود كميه الاكستراكشن اللي هتعملها، بدل ما هي بتاخد 30% هتاخد 40%. كده كام يا جماعه؟ 80 ناقص 40، بقينا كده كام؟ 40، اللي هي ايه؟ اللي هي كميه الفينوس بلاد ريتيرنينج للرايت اتريوم، اللي هي الفينوس اكسجين ساتوريشن. مش ده الارتيريال اكسجين ساتوريشن اللي هو 99%، وده الفينوس اكسجين ساتوريشن. يا جماعه عشان ما نتلخبطش، احنا بنقول ان الفين هو اللي مرجع البلد اللي دي اكسجينيتد، الارتري هو اللي واخد البلد الاكسجينيتد. يبقى لما اقيس الاكسجين ساتوريشن هقول ايه؟ الارتيريال اكسجين ساتوريشن هو ده اللي 99% و100%، اما الفينوس اكسجين ساتوريشن هو ده اللي 70 75. هو قال في حاله ان الرقم ده نقص بتاع الارتيريال اكسجين ساتوريشن، الاورجانز بتروح تحاول تعمل مور اكستراكشن للاكسجين على قد ما تقدر، هتزود الاكستراكشن ده، بالتالي هينتج عنه ايه؟ ان الفينوس اكسجين ساتوريشن هيقل عن 70 75، هتلاقيها 40 ولا 30 مثلا. تمام، طيب
بيقول لي بقى عندك حاجتين تاخد بالهم منهم كويس جدا. ايه هما؟ سنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن. سنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن بيرمزوا لها باس سي في او 2، اس سي في او 2 تمام. وعندي حاجه تاني اسمها الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن. الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن هو الايه؟ الاس في او 2. دول معايير بقيس بيها ايه؟ بقيس بيها الفينوس اوكسجين ساتوريشن. يعني الاثنين كده هيت ايه؟ هيتقاسوا فين؟ فدول الاثنين معيارين للفينوس اوكسجين ساتوريشن. بس في فرق بينهم بقى. ايه الفرق؟ ما هما الاثنين متقاسين في فين. الفرق بيقول لي دايما السنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن هتلاقيه اكتر من الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن. الاس سي في او 2 اكتر من الاس في او 2 بحوالي ايه؟ 5%. ليه يا جماعه؟ السبب ببساطه ان الاس سي في او 2 او السنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن بنقيسها فين؟ بنقيسها في السوبيريور فينا كيبا. طب تمام، بنقيسها في السوبيريور فينا كيبا. لكن الاس في او 2 هقيسها فين؟ في البالموناري ارتري. طب ماشي، ايه المشكله يعني بين الساتوريشن بتاع الاكسجين اللي في الفينا كيفا وبين الساتوريشن بتاع الاكسجين في البالمونري ارتري؟ الفرق بينهم اني ببساطه مش عامل حساب الايه؟ الساينس بتاع الكورونري او الكورونري ساينس. ايه هو الكورونري ساينس؟ الكورونري ساينس دي عبارة عن مجموعة من الفينز مجمعة مع بعض بتكون لي فيزل كبير. الفيزل ده جواه ايه يا جماعة؟ جواه البلد بتاع الهارت نفسه. يعني ايه؟ احنا شغالين نقول الهارت ده بياخد من الاورجان وبيبعت لللنج وياخد من اللنج ويبعت للاورجان. هو شخصيا كمية الدم بتاعته جاية من فين؟ جاية من دول، من التاجي الكوروناري ساينس اللي هم سموهم ايه؟ الشرايين التاجية. تمام، لان هي عاملة كده زي التاجي يعني حوالين القلب. الكوروناري ساينس كل وظيفتها ان هي تجمع كمية البلد اللي هي خاصة بالهارت اللي بيستخدمها الهارت لنفسه وتروح تدخلها لي مع الفينا كيفا في الرايت اتريوم. تمام، عشان كده الاس سي في او 2 او السنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن هيقيس لي الاثنين، هيقيس لي اللي في الفينا كيفا وهيقيس لي كميه البلد برضو الاكسجين الموجود في البلد اللي هو جاي من الكورونري ساينس كمان. لكن الاس في او 2 اللي هو الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن اللي هيتقاس لي في البالمونري ارتري بيقيس كميه البلد اللي ايه؟ اللي موجوده في البالمونري ارتري بس، اللي هي جاية من الأورجانز المختلفة، وهيهمل الكمية اللي جاية من الكوروناري ساينس اللي هي بتاعت الهارت نفسها. عشان كده ده بيفرق عنده بحوالي 5%. تمام، طبعا بيقولي ان البيشنت اللي عندهم سيبسس، واحنا هنيجي نشرح بعد كده يعني ايه سيبس، اللي هم عندهم امبيرد اكستراكشن يعني الاورجانز مش قادره تعمل اكستراكشن مظبوط، مش قادره تستخلص كميه الاكسجين اللي محتاجاها، ممكن اجي اسلم الاس بي او 2 الاقيها نورمال. عشان كده الاس بي او 2 مش معيار رئيسي لتقييم الهايبو بيرفيوجن، بس هي من ضمن الميجرمنت اللي هو يعني ايه بيحاول يوضحها لك ويشرحها لك. احنا فاهمين يا جماعه ان البورد دايما بيمشي كده ستيب وايز بالتدريج، ما بينطش مره واحده، لازم يفهمك اصل القصه ايه وبعد كده التطور حصل ايه. بس طبعا قلنا ان اللاكتيت اول ما الاقي اللاكتيت عاليه يبقى ايه؟ يبقى دي لازم في هايبوبرفيوجن.
عشان كده في anaerobic metabolism. دي احنا كده فهمنا تقريبا كل اللي بيحصل في الهارت وايه الحاجات اللي انا بقيسها. قلنا الهيموديناميك بارامتر، قلنا الاكسجين ديليفري. اول حاجه البارامتر بتاعه ايه؟ السيستول بلاد بريشر، بلاقي النورمال رينج بتاعه من 90 ل 140، الدايستول من 60 ل 90. خدوا بالكم يا جماعه الكلام ده بيتغير، بس هو ده اخر ابديت في 2015. المين ارتيريال بلاد بريشر الام اي بي من 70 ل 100، ودي المعادله بتاعت حسابه اللي احنا ذكرناها. طيب السيستميك فاسكولار ريزيستنس الاس في ار بتبقى من 800 ل 1200، الهارت ريت من 60 ل 80 بيت بير مينيت، الكارديك اوتبوت اللي هو الهارت ريت في السيستميك فاسكولار ريزيستنس بيبقى من 4 ل 7 لتر بير مينيت، يعني الهارت بيضخ حوالي من 4 ل 7 لتر في الدقيقة. الكارديك اندكس، الكارديك اندكس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكارديك اوتبوت مقسوم على البادي سيرفيس اريا. وحاليا يا جماعة في اي مستشفى كبيرة او في اي كتاب حاجة جايد لاين حديثة بيعتمدوا الكارديك اندكس اكتر من الكارديك اوتبوت. ولو فكرنا كده وحد شاطر ومركز في المحاضرة هيعرف ليه بقيوا بيعتمدوا الكارديك اندكس. بيعتمدوا الكارديك اندكس لان ده عبارة عن الكارديك اوتبوت بس بعد ما بيتقسم على البادي سيرفيس اريا. يعني ايه؟ يعني العيان التخين هيبقى زي رفيع؟ طبعا لا، في فرق، في فرق في اداء الهارت بتاعهم. يبقى انا لما اقيم الكارديك اوتبوت بناء على المساحه بتاعه الجسم، بناء على المساحه بتاعه الجسم، يبقى ساعتها هتدي تقييم صحيح لكميه البلد اللي بيدفع، لكميه البلد اللي دفعها الهارت، والهارت ده شغال كويس ولا لا. بيقول لك الكارديك اندكس بتساوي من 2.5 4.2 لتر بير مينت بير متر سكوير، ده الطبيعي بتاعها. الستروك فوليوم بتساوي الكارديك اوتبوت على الهارت ريت، بتساوي من 60 ل 130 ملي بير بي في الدقه، يعني كل دقه بيدفع فيها من 60 ل 130 ملي. البالمونري كابيلاري ويدج بريشر والبالمونري ارتيريال اوكلوجن بريشر بيبقوا من 5 ل 12 ملي متر مركري. السي بي بي او سنترال فينوس بريشر من 2 ل 6 ملي متر مركري. اللاكتيك اسيد اقل من 1 ملي مول بير لتر، دي النسبة المقبولة، ما ينفعش الاقي اكتر من كده. السنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن هو الاس سي بي او 2 بتبقى من 70 ل 75%. تمام كده نبقى خلصنا الهيموديناميك بارامتر. هنبتدي نتكلم على الشوك. التريتمنت بتاع الشوك يا جماعة مبني على فهمنا للجزء الفات، على فهمنا على الهيمو للهيموديناميك بارامتر وعلى وظائف الهارت اللي احنا شرحناها. طيب اول حاجة هنعرف ايه نوع الخلل اللي حصل في البارامتر، ايه الخلل اللي حصل في الهيموديناميك بارامتر، وبشوفه او بقيسه بايه، وبتطلع ارقامهم ايه. تمام، والوصف التفصيلي للحالة دي معناها ايه. نمسك واحدة واحدة. اول حاجة definition of shock، في حالة ان الهيموديناميك بارامتر البيشنت ده داخل في فازو دايلوتيشن، داخل في ضغطه، في ان الفازو دايلوتيشن عبارة عن ايه بقى اللي حصل؟ حصل وايدنينج للبلود فيزل. البلود فيزل وسع قوي، وسع ازاي؟ البلود فيزل ده يا جماعة عامل زي ال الايه،
زي الخرطوم مثلا، ماشي، زي خرطوم الميه كده. حواليه موجوده سموس مصل، موجوده سموس مصل، موجوده عضلات، نوع معين من العضلات. العضلات دي عندها قدره على الانقباض والانبساط، تقدر تعمل كونتراكشن، ممكن تعمل دايليتيشن. في الدايليتيشن انها تريح، تريح يعني ايه؟ تريح يعني توسع البلود فيزل، بدل ما مثلا هو يقدر يعدي 50 ملي بسبب ان هي مضغوطة ومشدودة، لا هي ريحت، فبالتالي البلود فيزل وسع فيقدر يعدي كمية اكبر. معنى كده يا جماعة ايه؟ ان الريزيستنس اللي احنا قلناها الفاسكولار ريزيستنس، تمام، راحت. مش احنا كنا بنقول في الاول خالص ان اللي منظم للبلاد بريجر، ان القلب بيضخ كميات دم، بيعمل كاردياك اوت بوت، وفي نفس الوقت في مقاومة جياله من الارتري ومن البلاد فيزل عشان تظبط البريجر بتاع البلاد فلو. الفازو دايليتيشن بقى ان ايه؟ الاكوليبريم ده بين الدايليتيشن والكونتراكشن فقد، الدايليتيشن زاد، فخلى البلاد فيزل ريحت ووسعت قوي، وبالتالي الاس في ار ال قل، وبالتالي الكاردياك اوت بوت هيزيد جدا، لان ايه؟ خلاص المقاومه اللي كانت ضده، الرياح اللي كانت جايه في وشه بتعاكس الاتجاه ده، لا فقدت. يبقى ايه؟ الهارت هيقعد يبعت في بلاد كميات كبيره وما فيش اي مقاومه ضده. فمعنى كده يا جماعه ان البيشنت ده هلاقي فيه ايه من غير ما نحفظ كده؟ هلاقي الكاردياك اندكس عنده، اللي هي قلنا الكاردياك اوت بوت على البودي سيرفيس اريا، هلاقيها عنده ايه؟ اكيد عاليه، هلاقيها عاليه. طيب بالذات في الاول يعني، وبعدين بتوطى بعد وقت. طيب البريجر او بتاع البريلود اللي هو السي في بي، السنترال فينوس بريجر والبلمونري كابيلاري ويدج بريجر، ده هلاقيه ايه؟ هلاقيه طبعا قل، لان احنا قلنا ان المقاومه خلاص راحت، المقاومه بتاعت الارتريز راحت، قلت قوي، حصل دايليتيشن، فهلاقي البريجر ايه بتاع السنترال فينوس بريجر قل. طيب الاس في ار المقاومه هلاقيها لو برضو، كل ده قليل، تمام. بيقول لي كمان بيحصل ليكي كابيلرز، ليكي كابيلرز يا جماعه يعني الانترافاسكولار فلويد، نفتكر كده من الفلويد والالكترولايت، الانترافاسكولار فلويد ثابت الانترافاسكولار وراحت جريت ايه؟ استخبت في الانترسيشال سبيس، استخبت بين الخلايا، تمام. طيب دي السندروم اللي بيسموها ليكي كابيلاريز. ليكي يعني كابيلاريز يا جماعه، مع ليكي يعني حاجه بتعمل ايه؟ ارتشاح، يعني بدل ما الفوليوم والبلاط كان ماشي جوه الكابيلاري، لا حصل ارتشاح، بقيت الكابيلاري ايه؟ بتسرب، معناها بتسرب البلاط، تمام، من الانترافاسكولار فوليوم، وابتدى يدخل ايه؟ في الانترسيشال سبيس، تمام. طبعا ايه اللي عمل الفازو دايلتيشن ده اصلا من الاول؟ في شوية مواد كيميائية هي اللي بتتحكم لي في حدوث الدايلتيشن او الكونتراكشن، اللي هي زي مثلا ايه؟ السيتوكينز والانفلاماتوري ميدياتور اللي بيفرزها ايه؟ الجهاز المناعي. الهايبوفوليميك ده هازارد للهيمودايناميك بارامتر، كمية السيركيوليشن قلت، كمية الانترافاسكولار قلت. طيب في حالة الهايبوفوليميك بقى ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي بقى ان البيشنت اللي حصل له هايبوفوليميك بارامتر، يعني قلت الانترافاسكولار فوليوم، هتلاقي عنده الكاردياك اندكس قل كمان. بيقول لي ان الستارلينج كيرف، ستارلينج كيرف ده يا جماعه ده كيرف كده زي دايجرام حطه عالم اسمه فرانك ستارلينج، بيقيس فيه يعني كيرف ريليتد للفانكشن بتاعه الهارت.
شارح فيه بقى الكاردياك اوت بوت والريزيستنس والكاردياك اندكس وكده، ما علينا من الكيرف ده. يعني بيقول لي ان الكيرف ده بيقول لك ان كل ما يحصل هايبوفوليميا يعني يقل الانترافاسكولار فوليوم، هتلاقي الكاردياك اندكس لو. بس انا بقى من غير الفرانك ستارلينج كيرف ده هفهمكم ليه الكاردياك اندكس بيقل. احنا يا جماعه مش قلنا ان الهارت ده عباره عن مضخه، مضخه زي مضخه الـ البنزين كده بتاعه العربيه، لما والمضخه بدل البنزين هي بتستخدم بلاد. طيب لما الانترافاسكولار فوليوم قل، يعني كميه البلاد اللي واصله للهارت قلت، تمام، يبقى واحنا قلنا ان الكاردياك اندكس دي كميه البلاد اللي هيضخها الهارت. طب لما هو واصل له قليل هو هيضخ كتير ازاي؟ لا اكيد هيضخ قليل كمان، لان الكميه اللي عنده قليله، منطقي الكلام ده. اذا واصل له 3 لتر مش هيقدر يضخ 3 لتر، مش هيقدر يضخ 5 لتر وهم 3 لتر اكيد. فبالتالي بتوع الهايبوفوليميك ده من غير اي حفظ الكاردياك اندكس تلاقيها في ايه؟ لو. طيب لما هي الانترافاسكولار فوليوم قل، يبقى السنترال فينوس بريجر والبالمونري كابيلاري ويتش بريجر يبقى ايه؟ لو برضو كمان، هما كمان قلوا. طيب ايه بقى اللي هلاقيه زاد؟ الاس في ار. ليه يا جماعه الاس في ار زادت؟ برضو من غير حفظ، لما الاورجنز وصل لها كميه بلاد في السيركيوليشن قليله جدا، بتحاول تزود الريزيستنس، بتحاول تزود المقاومه عشان تقدر تتعامل مع كميه البلاد القليله اللي هي وصلها. يعني انا ده واحد وداخل له كميه قليله جدا وهو كان بيحتاج اكتر من كده، بيحاول يبدي نوع من المقاومه عشان الكميه القليله دي ياخدها ويحاول يشتغل بيها وخلاص، تمام. طبعا الاس في ار انها تزيد ده يعتبر ريفلكس ميكانيزم، يعني رد فعل. يعني ايه؟ يعني سياسة او استراتيجية بيحاول يتبعها الجسم عشان ينقذ الاورجن وما حصلش هايبوبولفيوجا، فبيحاول يزود المقاومة. قال يعني ان هو عاملها من نفسه المقاومة دي ومزودها، مش ان هي اصلا حصلت غصب عنه، بس هو بيحاول يتصرف ويلحق الاورجان بتاعته فبيروح مزود لي الاس في ار، تمام. معنى كده يا جماعه ان دايما الاس في ار بتتناسب عكسيا مع ايه؟ مع الكاردياك اندكس، ده يزيد دي تقل، دي تقل ده يزيد، تمام. نفتكر بس ان هما بينهم علاقه عكسيه. الهازارد الثالثة، حصل اوبستراكشن عندي، تمام. حصل اوبستراكشن بقى، تم ازاي الكلام ده؟ الاوبستراكشن ده تم عن طريق انه ايه؟ حصلت لخبطة في الدايستوليك فيلينج. احنا مش شرحنا في الاول يا جماعة ان الدايستول هي دي مرحلة الراحة اللي الاتريوم بيبعت للفنتريكل فيه، بيعمل فيلينج للفنتريكل بالبلاد. لا، حصل امبيرمنت بقى في الميكانيزم ده، امبيرمنت في الدايستوليك فيلينج. ليه؟ في حاجة مسدودة، في حاجة مسدودة بأسباب متعددة خلتهم مش عارفين يعملوا فيلينج كويس للفنتريكل، تمام. زي ايه مثلا اسباب تؤدي لكده؟ ان يكون في سيستوليك كونتراكشن، يعني الهارت فيه مشكلة، في ديزيز مثلا، انه في شوية لخبطة في الريزم بتاعته، انه مش قادر يريح في الدايستول، شغال يعمل سيستوليك كونتراكشن، شغالة الفنتريكل تنقبض تنقبض تنقبض، مش قادرة تتملي بالدم. إيه التمبونيد مثلا؟ التمبونيد ده يا جماعة صمام بين ال بين ال الاتريوم والفنتريكل، اتقفل، فبالتالي الفيلنج بتاع الفنتريكل مش حاصل. في كذا سبب يعملوا لي اوبستراكشن. ساعتها البيشنت دي اللي بيعمل ديفرانشيشن لي ان الهيستوري بتاعه، تاريخه المرضي ايه، شكوته ايه، تمام. كان بيشتكي لي فتره
انه بيعاني انه عنده بالمونري امبولس مثلا، في قفله في البالمونري، في ورم، في سوائل، في كانسر، يعني واتيفر كان السبب بتاع الامبولس. تمام، الناس دول هلاقي فيهم الكارديك اندكس طبعا قليل، لان في اوبستراكشن، الدنيا مسدوده، يبقى الكارديك اندكس ازاي هيبقى عالي؟ هيبقى قليل طبعا. تمام، والاس في ار طبعا هلاقيها هاي جدا، وبلاقي البالمونري كابيلال ويدج بريشر والسنترال فينس بريشر ايه لو. هلاقيها لو عشان نبقى فاهمين، في حالة ان المشكلة في الامبيرد ايجيكشن، يعني في حالة ان الفنتريكل مش قادر يبعت يعمل ايجيكشن للبلاد كويس، فبالتالي مدام مش قادر يعمل ايجيكشن هلاقي كمية البلاد ايه قليلة، فبالتالي الضغط في السنترال فينس قليل. لكن لو المشكلة في الامبيرد فيلينج، يعني الفنتريكل مش في مشكلة في الميكانيزم بتاع ملئه بالبلد، الفيلنج بتاعه مش مظبوط، ساعتها اكيد هلاقي السي في بي ايه عالية. تمام، طيب بتوع الكارديوجينيك بارامتر او بتوع الكارديوجينيك شوك، دول ناس عندهم اصلا ايه، مادام كارديوجينيك يبقى السبب ريليتد للهارت، الناس دول عندهم اكيوت هارت فيلير اكيد، ومادام عندي اكيوت هارت فيلير يعني الهارت فشل في وظيفته، مادام فشل يبقى ايه، في لو كاردياك اندكس. اول ما الاقي الكاردياك اندكس قل بلاقي بقى ايه قصادها، هلاقي ان بسبب كمية البلد مش واصلة كفاية للفين، هيروح الفين يعمل كونجيشن، هيعمل كونجيشن وكونتراكشن جامد جدا عشان يحاول ايه يستفيد باكبر، يعني يستفيد قدر الاستفادة بكمية البلد القليلة اللي واصله له، عشان يستفيد بكمية البلد القليلة يعمل ايه كونتراكشن عشان يزنقها ويحتفظ بيها. طيب الكونتراكشن والكونجيشن ده هيعلي لي طبعا الضغط اكيد في الايه في الفينس، فهلاقي البالمونري كابيلر ويدج بريشر عالية طبعا، واحنا قلنا الكارديك اندكس بتتناسب عكسيا مع الاس في ار، فلما الاقي الهارت فيلير فشل هلاقي الاس في ار طبعا ايه عالية. الكونتراكشن ده يا جماعة برضو مستو ان هم عايزين يعملوا ايه، عايزين ينقذوا الفيتال اورجان. ليه؟ لان الفازو كونستريكشن اللي حصل دي هيحسن كمية البلوت فلو اللي هتوصل للفيتال اورجان، وان كان هيزود حالة الهارت سوءا. ليه؟ لان الهارت انا لحقت بكمية البلد القليلة دي عملت كونستريكشن وانقصت مثلا البرين، لكن في نفس الوقت انا كده زودت الافتر لود، زودت الافتر لود احنا قلنا في الاول ايه اللي هو الضغط. تمام، زودت السنترال فينوس بريجر خليته عالي جدا، فزودت الافتر لود على الهارت. تمام، وفي نفس الوقت كمان بيحصل طبعا اول ما الهارت بيفشل الكدني بتروح تعمل كومبنساتوري ميكانيزم كده انها بتمنع ايه الاكسكريشن بتاع الصوديوم والووتر، تعمل ارتجاع للصوديوم والووتر تاني. تريتمنت، هنبتدي بقى احنا كده شرحنا الانواع بتاعة الشوك، نبتدي نتكلم على التريتمنت، هندي تريتمنت ازاي. اول حاجة التريتمنت بتاعت الهايبوفوليميك شوك، الناس اللي الشوك حصل لهم بسبب ان الايه الفوليوم قل، الحل بقى من الفلويد،
مين اللي هيقول اول حاجة؟ ان انا بعمل ايه يا جماعة؟ اهم حاجة اعمل resuscitation، كنا بنقولها في الفلويد، لازم ارجع كمية الانترافاسكولار فوليوم للنورمال عشان كمية البلد توصل كويس، كمية الاكسجين اللي محتاجاها الاورجان توصل كويس. طيب بعمل بايه يا جماعة الريسوسيتيشن؟ طبعا عارفين ان احنا بنعمل بكريستالويد سوليوشن. طيب هل في فايدة من اعطاء المريض ده بلد برودكت؟ ادي له بلد برودكت. زي ايه بلد برودكت يا جماعة؟ اللي هي البلازما سيل والصفائح والعوامل كمان بتاعت اللي بتساعد على التجلط بتاعت الدم، الباكد ريد بلاد سيل والكواجيوليشن فاكتور. بيقول لي ممكن تديها في الهايبوفوليميك شوك بس مش في العادي، لو انت عارف ان هي ليها استخدام طبي، ليها فايده كلينيكالي اديها، غير كده ما تديش. اي حد عنده هايبوفوليميك شوك جاست ان هو عنده هايبوفوليميك تروح مدخله في بلاد برودكت. الهيموجلوبين تمام بيوصل غالبا ان هو يبقى اقل من 7، طبعا 7 جرام بير ديسي ليتر. الناس دي ممكن بنلجأ ان احنا نعمل لها ترانسفيوجن، نعمل لها نقل دم تمام في الاي سي يو بيشن عشان اعلي الهيموجلوبين تارجت بتاعتي تمام، وبالذات الناس اللي هم عندهم كمان كارديوفاسكولار ديزيز. لو عنده سيمبتوماتيك كارديوفاسكولار ديزيز مفروض ان انا اعليله الهيموجلوبين، لان احنا عارفين ان الانيميا اللي هي نقص الهيموجلوبين بتزود حالة الهارت سو، فلو هو عنده اصلا مشكلة في الكارديوفاسكولار ديزيز مفروض ان انا اضبط له الهيموجلوبين. اي طبعا بيشنت بينزف، يعني سبب الهايبوفوليميك شوك بسبب ان هو بينزف، اكيد هنديله بلاد برودكت تمام، حتى لو الهيموجلوبين ليفل ما انخفضش قوي، حتى لو ما انخفضش قوي جاست ان انا شايفه بينزف لازم عفوا ان اديله بلاد برودكت. طيب البيشنت كمان ممكن يبقوا محتاجين ايه؟ فازوبريسور يا جماعه. فازوبريسور حاجه تعلي لي الضغط، لان غالبا بتوع الهايبوفوليميك ده بيقولنا بيحصل ايه في الفلويد؟ مين يفتكر؟ بيحصل هايبوتنشن تمام، والهايبوتنشن ده ما بيتصلحش بسرعه حتى لو انا اديت فلويد ريسوسيتيشن، محتاج ادي فازوبريسور حاجه ترفع لي الضغط عشان ايه اضبط الهايبوتنشن اللي حصل ده. وطبعا بيقول لي بس خد بالك اوعى تستعجل وتدي فازوبريسور وانت ما عملتش فلويد ريسوسيتيشن مظبوط، لانهم لقيوا برضو الافيكاسي والفعالية بتاعت الفازوبريسور ما بتبقاش بكفاءة عالية في حالة انه ما حصلش فلويد ريسوسيتيشن، ما حصلش تصحيح لكمية الانترافاسكولار فوليوم صح، الفازوبريسور ساعتها مش هتدي وظيفتها صح ومش هتظبط لي الهايبوتنشن. في طبعا شوية ريسك بتحصل مع استخدام الفازوبريسور، ممكن ادخل العيان في اريزميا او في اسكيميا، يعني يموت شوية من خلايا الهارت. وبيقول لي برضو السايد افكت دي بتاعت الفازوبريسور هتلاقيها بالذات وهتشوفيها في الناس اللي ما تعمل لهمش فلويد ريسوسيتيشن بشكل صحيح. يبقى انا كده يا جماعة لو حبيت الخص التريتمنت في نقاط، اقول ان انا اول حاجة لازم اظبط الانترافاسكولار فوليوم بان انا بدي الناس دي ايه كريستالويد سوليوشن، طبعا ايه 9/10 نورمال سالين احنا كنا بنفضله. البلاد برودكت حديها في حالة ان البيشنت ده يلي استفادة كلينيكالي او شفت العيان بينزف. الهيموجلوبين هعمل بلاد ترانسفيوجن مدام الهيموجلوبين اقل من 7 تمام. كمان الناس دي بتبقى بتعاني من هايبوتنشن فظيع، فانا هديهم فازوبريسور بس بعد ما اعمل فلويد ريسوسيتيشن صحيحه. تاني حاجه التريتمنت بتاعت الابستراكتيف شوك. طبعا الناس دول
السبب الاساسي مفروض احنا قلنا بتوع الابستراكتيف شوك يعني في حاجة ابستراكتيف، مفروض ان الحل الاساسي ان انا اعمل ايه، اصلح الاكشوال ابستراكشن ده اللي حصل عشان الابستراكتيف شوك تتصلح عندي. لكن برضو الناس دي مؤقتا بديها طبعا فلويد ريسوسيتيشن، اضبط الفوليا، بدي فازو بريسور عشان اعالج الهايبوتنشن، البيشنت لو عنده السبب بتاع الاوبستراكشن بالمونري امبوليزم زي ما قلنا لازم بديله حاجات سواء سيستميك، ادويه سيستميك او ادويه عن طريق الكاستر، ادويه ايه ثرومبوليتيك يا جماعه، مذيبات الجلطات. تمام، في حاله ان البيشنت ممكن يموت فورا بسبب البالمونري امبوليزم وان الاستراتيجي بتاعه الفلويد وفازوبريسور مش هتنقذني. بتوع بقى الكاردياك تامبونين لو هو ده السبب بتاع الاوبستراكشن، تامبونيت ده يا جماعه غشاء كده هو اللي لافف حوالين الكاردياك، ممكن بيروح يتملي بسوائل او ببص او باي حاجه تاني يعني، ليه حالات متعدده. في حالة ان الكاردياك تامبونيت ده هو ده سبب الاوبستراكشن لازم اعمل ايه الحل، اعمل درينج للسائل ده او ريموفال اوف فلويد، لازم اشيل السائل الموجود في البري كارديال ساك ده، وهو ده الحل الوحيد لبتوع الكاردياك تامبونيت. نبتدي نتكلم على السبسيس سندروم وايه انواع السبسيس دي يا جماعة، عشان ببساطة السبسيس ده ناتج طبعا عن وجود اي بكتيريا، هو ده السبب الرئيسي. السبتك شوك هو السبب الرئيسي في حدوث الفازو دايليتوري شوك اللي احنا شرحناها، اللي احنا قلنا سببها الرئيسي بيبقى ايه، حصل فازو دايليتيشن بسبب افراز بعض السيتوكينز والانفلاماتوري ميدييتور من الجهاز المناعي. وطبعا احنا عارفين ان الجهاز المناعي غالبا الانفلاماتوري ميدييتور والسيتوكينز بيفرزها عشان يتخلص من البكتيريا. فالسبسس ده يعني في مايكرو اورجانيزم. بيقول السبسس الديفينيشن بتاعها ببساطه ان انا شاكك ان العيان ده عنده انفكشن وعنده كمان بعض الكرايتيريا، عنده صفات تاني، عنده سيمتومز تاني بجانب الاشتباهي في حدوث انفكشن. زي ايه الكرايتيريا دي؟ اول حاجة الاقي التمبريتشر بتاعته عالية، لازم تكون اكتر من 38.3 سيليزيوس او تبقى اقل من 36 درجة سيليزيوس. يا دي حرارته عالية، حرارته منخفضة قوي عن الطبيعي. الهارت ريت بتاعته بلاقيها اكتر من 90، اللي قلنا من 60 ل 80 نورمال، لا بلاقيها اكتر من 90. الريسبيراتوري ريت الاقيه اكتر من 20 بريث بير مينيت. البي اي سي او 2 اللي هو البريشر او الساتوريشن بتاع الكربون دايوكسيد الاقيه اقل من 32. والارقام دي بتاعت الكربون دايوكسيد والحاجات دي يا جماعه جايه في الاسيد بيز ان شاء الله برضو في شابتر الكريتيكال كير. الوايت بلاد سيل الاقيه اكتر من 12 × 10³. معنى كده ان ايه، ان الوايت بلاد سيل عددها زاد قوي، جايه تهاجم حاجه. والوايت بلاد سيل عشان احنا عارفين ان خلايا الدم البيضاء ما بتجيش غير لو في حاله مايكرو اورجانيزم وفي حاجه جايه تهاجمها، او الاقيها اقل من 4 × 10³. يعني الجهاز المناعي مش قادر يصنع وايت بلاد سيل بسبب ان في اورجانيزم هاجمته. الاقي المينتال ستاتيو مش مظبوطه قوي، في كونفيوجن، في كوما، في اي حاجه ريليتد للسي ان اس. في هايبر جلايسيميا الاقي البلاد جلوكوز اكتر من 120 ملي جرام بير ديسيليتر، والعيان ديا مش دايابيتك، ده عيان نورمال مش دايابيتك ولا حاجه. الاقي الليكوسايت برضو نوع من انواع الوايت بلاد سيل، الاقيها الباند اكتر من 10% نسبه مش مظبوطه.
بلاقي إديمة في بعض المرضى في تجمع للفلويد، أو ألاقي بوزيتيف فلويد بالانس، ألاقي في أكتر من 20 ملي بير كيلو جرام أوفر 24 ساعة، يعني في تراكم للفلويد أو أكيوموليت الفلويد في البادي بتاع الجسم ده. يبقى أنا بلاقي إنفكشن سيبسس، يعني ألاقي إنفكشن وألاقي بعض الكرايتيريا دي، مش لازم كلهم بس ألاقي كذا حاجة منهم. سندروم بقى كلاسيفيكيشن بيقسمها لي لتو كلاسيفيكيشن، سيفير سيبسس وسيبتيك شوك. يعني ايه كل واحدة منهم؟ سيفير سيبسس يا جماعة يعني في سيبسس وحصل كمان كومبليكيشن عليه زيادة، الموضوع اتكلكح قوي وحصل اورجان ديسفانكشن او هايبوبرفيوجن، حصل ان في بعض الاورجان عطلت وفشلت في الوظيفة بجانب وجود الانفكشن. هلاقي كرايتيريا خاصة بالسيفير سيبسس دي، هشوف في البيشنت ده ايه، الاقي السيستوليك بلاد بريجر بتاعه اللي هو الهاير بريجر بتاع الضغط الاقيه اقل من 90 ملي متر ميركوري، تمام، يعني قل كده عن الطبيعي باكتر من 40 ملي متر ميركوري، يعني لو الطبيعي بتاعه 130 مثلا الاقيه بقي 90، يعني قل اكتر من 40 ملي. الاقي المين ارتيريال بريشر اقل من 70، احنا كنا بنقول من 70 ل 100 النورمال، الاقيه اقل من 70. الاقي الفينوس ساتوريشن بتاع الاكسجين اقل من 70%. العيان ده محتاج ميكانيكال فنتيليشن كده، محتاج احطه على الفنتيليتور تنفس صناعي لانه في هايبوكسيميا، في هايبوكسيميا يعني نسبه الاكسجين قلت قوي، بقت اقل من 300. الكاردياك اندكس اكتر من 3.5. اللاكتيت الاقيها اكتر من 1 ملي مول، واحنا قلنا ان اللاكتيت النورمال بتاعها 1، لقيته اكتر، يعني معنى كده ان في مشكله في الاكسجين مش واصل كويس، بسبب طبعا احنا بنقول ان في هايبوكسيميا هي السي او 2 زاد قوي وان الفينوس ساتوريشن قليل. الديكريز في الكابيلاري ريفيل، ده اختبار بسيط جدا ان انا باجي ادوس على واحد من الكابيلاري كده بصباعي، تمام، لغاية ما اللون الدم يروح ويتحول المكان لابيض. لو جيت دوست على الجلد كده مكان الاقي البلد راح وتحول اللون الابيض، المفروض ان انا بمجرد ما اشيل صباعي يحصل ريفيلنج بسرعة للبلد في خلال بالكتير ثانيتين، تمام، اقل من ثانيتين كمان. بلاقي فيه شوية موتلينج، شوية باتشز كده وسبوتينج على الجلد، نسبة اختزال او زياء الاكيوميليشن بتاعت الكرياتينين بتزيد باكتر من نص ملي جرام لكل ديسيليتر، اليورين اوت بوت بيقل لاقل من نص ملي بير كيلو جرام في الساعة، انا مفروض النورمال عندي 2 ملي. بيحصل كواجيولوباسي، لخبطه في قدره الدم على التجلط، على الانترناشونال نورمالايزد ريشيو بي اكتر من 1.5، البي تي تي اللي هو البرو ثرومبين تايم بي اكتر من 60 سكند، في ثرومبوسايتوبينيا كمان، كميه عدد البليتليت اقل بي اكتر من 100,000 في المليمتر مكعب، في هايبر بيليروبينيميا، في زيادة في البيليروبين اكتر من 4 ملي جرام بير دي سي لتر. السبتك شوك بقى عندي زي ما قلناها قبل كده، ده سيبسس عمل لي هايبوتنشن جامد جدا، وبيقول لي ان الهايبوتنشن بيبقى مستمر ومحتاج فازو بريسور عشان يرفع للضغط الواطي قوي ده، بالرغم من الفلود ريسوسيتيشن اللي عملته بالنورمال سراين او باي كريستالويد زي ما شرحنا في الفلود. بكده نكون ان شاء الله خلصنا الجزء الاول من الكريتيكال كير، يا رب تكون الامور واضحة. شكرا.